لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. الحين انت وراك جالس في الزاويه كانك مفك صلصه ورا ما تطب تتحرك، خذ لك فره شايفنا بالتون يا ورع. بعدين وش وضعك انت وخشت الفحم ذي اللي لابسها؟ يا للذبه النايمه. ذبه نايمه من نايمه؟ تبيني اسبح؟ طب وطب، ولا ما تعرف تسبح وخايف تغرق؟ يا حبيبي سبحنا بمحيطات مو بعاد شاليه. وصل 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 وصلت العصيرات. مين قال عصير؟ جئت وجابك الله. انا ابغى البوكس كامل، ابغى اخذ لي كم سناب على المسبح. يا ليل التشخيص النايم، مسوي فيها في المالديف انت. عطني فوكادو. بالله شكش لا تعطيه، خذ العصير وذبه في المسبح، نبغى نشوف يعرف يجيبه ولا لا. لا يا شيخ مسوي تحجر، ذبه اذا ما جبته بسناني ما اكون عامر. يا ابوي اعترف، تعرف تسبح ولا عليمي؟ عليمي انت واشكالك. ذبه علمك من العليمي الحين، ذبه. هيا جيبه. يا عيال وش الفكك؟ خلينا نروح الاستراحة. استراحة استراحة، انت ما مليت بالاستراحة؟ يلا وش عندك جدول؟ متعنا سمعنا. عندي نستاجر دراجات وكذا لفلفة فادي حنيفة، ولا كيف يا عامر؟ ها يا عيال ابي اصير كابتن طيار. كابتن فريق ما تقدر، وانت حتى لحق كور ما تقدر. يا ورع ايش فيك تحطم خوينا؟ ما عليك منا يا عامر، تراك تقدر قدها وقدود. حقودي تري حقود؟ ما انا حقودي، انا اعرف عامر ما يقدر. دامك دخلتها براسي يا كفته، اذا ما سويتها ما اكون عامر. يلا يلا يا شكوش اضغط مثلث. يا سبها، انا اللي مهاجم، ايش دخل شكوش؟ انا اقصد اني مع الكوره يضغط مثلث. يا فقي احنا في منطقه الدفاع، كيف نضغط مثلث؟ هذا التوجيه اللي ربنا يحرمنا منه. سلام يا عيال. الشرطة بوليس. بوليس شايفنا في فيلم مصري؟ أنا عامر يا درج. هذا صديقنا عامر، اشتغلت بالفندق. فندق بعينك، أنا كابتن طيار اللي من بقايل. والله سويتها وحققت حلمك يا بطل. أكيد بيسويها، صار لسنتين الذيبان. حياك الله، مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. قويكم إذا حط شيء براسه سواه، وشكرا لك يا كفتة أنك حطيتها براسي. ورا ما تقوم تسلم مثل العيال، ولا ماني مالي عينك. لا لبسك هيبة خوفتني. تفضل تفضل يا عامر تفضل. أسري حيو. ما عليك منا يا عامر، بالله علمنا كيف سواقة الطيارة؟ نفس السيارة ولا تختلف؟ تختلف 180 درجة. أوب. طيب طلعت رخصة لسه؟ لا علي مخالفات بسددها بعدين أطلع رخصة. تستهبل أنت، توني جاي من رحلة 10 ساعات. بالله عامر تكفى، صمنا شكل الطيارة وانت تسوقها. أصور لغيركم يا خوي، أنتم تطلعون. إيه لازم نشوفك، يمكن انك مختفي في البيت مسوي نفسك تدرس. يا عيال سكتوا ذا. اسكت يا فقر، لا تخرب علينا الرحله. يعني شلون بتاخذ فينا فره؟ وين فره يا ابو فره، راكبك سنت. يا عيال بكره عندي رحله لجده، تطلعون معي صد رد. ابرسل لكم على الواتس التذاكر ورقم الرحله. اوكي اوكي. انا معاهم عامر. طبعا انت معنا. الله يعطيه العافية عامر، زبطنا تظبيط. يا ابوي هذول ايش وضعهم؟ شكلهم جايين مشي. والله مدلعنا عامر. بوردينج. احنا اصحاب عامر سواق الطيارة. تفضل انتوا درجة أولى تفضلوا. هيا هيا هيا. هذا مكاننا يا عيال. ياسر أبيلس جنب الشباك. مو على كيفك، البوردنج يقول هذا مكان كفته. كفته بالكفاءة يا حبيبي. أبغى أجلس جنب الشباك عشان أبغى أشوف الأرض والغيوم. كل هذا عشان تبغى تجلس جنب الشباك؟ لا 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 يا مصلحجي.
كيف الوضع؟ كل شيء تمام كابتن. أنا مستغرب من عامر، ليه ما استقبلنا عند باب الطيارة ورحب فينا؟ يا ابويا هو فضيلك احمد ربك انه جلسك درجة اولى على حسابه. لسه حاقد عليا عشان تبغى تجلس ها؟ لا 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 تحاول. يا ربي انفتح الشباك وطيح على وجهك. يا امي البوردنج يا عمي. ها؟ بطاقة صعود الطائرة. اي هذه هي شوفي. هذه بطاقة المستشفى، ابي بطاقة صعود الطائرة يا عمي. يا بنيتي يا بنت الحلال، اصبر اشوف. ها؟ اي تن هذي اشوفي. ها؟ الا هذه ها؟ هذي بي 2. ما بي شي انا يا بنيتي، انا ابي متاني بس عشان اروح اجلس واستريح. يا عمي مقعدك بي 2، تفضل معي وانا بساعدك. ما دلاه بعد، كلميني وانا اروح وانا اجلس، اقولها بس واخري، اعرف وين اقعد انا. حول ولا قوة الا بالله. تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنت حالياً عند مخرج الطوارئ، لازم تقرأ التعليمات اللي موجودة، في حال لا سمح الله صارت أي إشكالية كل اللي عليك أنك تفتح الباب. شايفني أنا شغال بواب طيارة، أنا جايب دراهم مخدوم محشوم. هذه التعليمات الله يسلمك، أي واحد يكون قريب من مخرج الطوارئ هو اللي يفتح الباب. تبطي عظم، وظفوا لكم أحد يفتح لكم بيبانكم. كابتن عامر. هلا. الراكب اللي عند مخرج الطوارئ رافض كل التعليمات. مو على كيفه، شيك على الكفر الامامي. ها ابشر. هذا هو. ايه هذا هو. الحين جايب ذا فزعه معك، الباب والله ما افتحه لو تجيب اللي تجيبه. ما نبيك تفتحه يا القوي انت، نبيك ترجع ورا وبنجيب واحد بدالك هنا. سلامات، مقعد هذا أنا نتنقيه نقوى عند مخرج الطوارئ عشان أمغط رجلي وتمدد. لا يا شيخ نقوى منقى، هي منقى. أقول اسمع، تبي ترجع ورا وانت ما تشوف الطريق ولا ترى بنجيب لك الأمن؟ الأمن؟ لا سلام ما توصل، وانا أخوك. خلاص خلاص الباب بفتحه. لا خلاص ما نبيك تفتحه، ارجع ورا ارجع ورا ولا بنادي الأمن. لا لا سم سم ابشر 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 منعونه تكفون من ارجع وين بس وين ما وين اقعد وراك كذا خفت وش انا ابو حركات يا اخوي منعونه من الرده تكفون فكونا من الام خلاص يلا لا حد يشوفك سم سم قم قم استر على ما جهت خلاص انت لا تصيح هذا مكانك لا تفتح باب ولا شيء اوكي ابشر تعال معي انت يعطيك العافية. هناك هناك يا الحبيب. أبو شليوي لو إني فاتح الباب بركلي. أسمع الحين ضبطتك، مكان واسع تمدد رجلينك تنام تفل أمها. بس زميلي عنده تعليمات اسمعها زين. عزيزي هذا مخرج الطوارئ، لا سمح الله إذا صار أي شيء ما عليك إلا تفتح الباب. أفتحه! أصلاً دائماً أخوياي في الاستراحة وبالأخص شبيب عطلة ما تعرف أنت ما تعرف ما تعرف دائما يسميني أبو المفاتيح لأني دائما أفتح بيبان استراحة وكذا الله يوفقنا وياك. يا أخي العزيز تفتح بحالات الطارئة بس. حالة الطوارئ ما غيرها. أبشروها بس سعد، أبشروها بالرجال اللي بيض وجهك. أنا رجال بعطيك رقمي ومتى ما بغيت إني أفتحه عطني رنة. وش الوضع؟ الوضع ما أرده من ذاك إلا ذاك، لكن تدري شلون؟ خلى علي. أقول يا الحبيب التيشيرت حقك؟ والله يعني لا أخفيك سر حق شبيب عطلة صح؟ وش دراك؟ واضح واضح من شكلك أول مرة تلبس تيشيرت، لكن اسمع خلك رجال وانضبط أوكي؟ ولا بفضح فيك هنا بالطيارة. على هالخشم أفتحه يا الحبيب. لا 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 تكفى تكفى ابا قدام ابا قدام والله ما عاد اتكلم التوبه تكفى تكفى يا كابتن تكفى. يا عم ذا مقعد ولدي راجع البوردوق وشوف. مرحبا امروني. الرجال قاعد في مكان ولدي ورفض يقوم من مكانه.
يا عمي تفضل معي، هذا مكان الولد. قوميني انا الشايب عشان ذا البزر الله يهديك. بس يا اخي احترم نفسك، ترى هذا مقعده ما هو مقعدك. يا عم انت مقعدك في الدرجه الاولى، وقلت لك من قبل شويه. اهي مقعده في الدرجه الاولى وجاي تحاشرنا هنا؟ طيب ما دام انت الحين تقول الدرجه الاولى الدرجه الاولى، خذ ولدك انت وروح للدرجه الاولى، وراك تحاشرني انا. يا عم هو يبي يقعد جنب ولده وانت مقعدك بالدرجه الاولى، تفضل حياك معي. هذا الدنيا صاروا الورعين يقومون الرجاجيل من محلاتهم. لو سمحت شوف لك مكان ثاني. خير ان شاء الله، وانت مين روح؟ هذا مقعدي. مع نفسك. حي ولد عرضنا عامر. عامر صاحبي. سلامات، وش السالفه؟ ربي جابك، هذا خوي الطيار عامر، انا وياه 24 ساعه مع بعض، ترى بخليه ينزلنا الدمام بدل جده. على كيفك انت وهو، واذا خويك وش تبينا اسوي؟ لو سمحت قوم، ما بي رجال يقعد جنبي. شوف عامر ايش تقول؟ تبي تقومني من مكاني؟ هذا وانا خويك وانا ضيف عندك. اما عاد ضيف قالط ببيتنا انت. خلاص تعالت كنت هنا وخل شيرين تجلس لحالها. طردتك البنت طردتك. تفضل يا عم. اي هذا محلي. إيه بسم الله. اي يا سلام. اي هذا الكرسي الكبير والزين والمريح. انتم ما تجون الا بالعين الحمراء، لو ما حوشتكم ما زينتوا بي كذا. هذا مقعدك يا عمي اساسي، وانت رحت المقعد السياحي بالغلط، واي شيء خدمه تبيه وانا تحت امرك. اقول روحي روحي بس روحي. السلام عليكم يا أخته. وعليكم السلام. شلونك؟ تمام الحمد لله. الاسم الكريم؟ اسمي نوف يا عم. عاشت الأسامية أخت نوفي. عاشت أيامك يا عم. الله يسلمك. سادي الحزام. أربط حزامك. ليش هنا في ساحر؟ ها؟ اللي ما يربط حزامه يرموه من الطيارة. يا أمي مرحبا بكم، معكم قائد الطائرة الكابتن عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن الآن نتوجه إلى مدينة جدة. لا والله بالطيارة البطلة. اتحداك يا شيخ. يا ويلك ليش فكت الحزام؟ ترى بيرمونك مع الطيارة. يا ابوي شوف الاشارة حق الحزام، خلاص الان مسموح، بعدين خيست بريحة الاكل دي طالع حديقة. ابوي يقول خذ معك الاكل لانه الاكل في السماء غالي، وانا الحين ما معي الا 10 ريال. ابوك قد ركب طيارة؟ لا بس ركب قطار. خلاص اسكت. افتحه. انت مجنون، انت مجنون. انا احسب انك يوم مريت منها تبتسم احسب تقول افتحه. لا تلمسه ولا والله لا ارجعك ورا. لا لا تكفى لا ترجعني ورا، الله يرحم ابوك تكفى بجلس قدام ما عاد عودها. سادي دجاج او لحم؟ ما شاء الله ذا طبخس؟ لا اكيد. ايش حابب دجاج او لحم؟ وش احلى؟ انت بتاكل مو انا. يلا اعطيني دجاج شكله حلو. شكرا. استاذ ايش حابب دجاج او لحم؟ نسيت المحفظه في البيت ولا كنت بطلب؟ يا فقي افهم ببلاش. الوجبه مجانيه استاذ، ايش حابب دجاج او لحم؟ نص حبه دجاج ونفر لحم. يا دجاج او لحم؟ اقول لك في معصوب. لا ما في معصوب، يا دجاج او لحم. دجاج دجاج. وانت ايش حابب؟ ابغى سمك. للاسف ما عندنا سمك، يا دجاج او لحم. كيف ما عندكم سمك اليوم؟ قالوا في سمك. صحيح بس المره هذه مو موجود، يا دجاج او لحم اختار. ما لي صلاح، يا تجيبوا لي سمك يا اضرب على الاكل. براحتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الركاب، الرجال الالتزام بمقاعدكم. أما بالنسبة لشكش وكفتة وياسر، أتمنى منهم أن يأتوا إلى المقصورة وشكرا، وانصرف نفسك. أبشر عامر. عامر هيا هيا. هلا والله بعامر. هلا والله بالعيال. إيش هذا إيش هذا؟ إيه لا تمسك شيء، هذه طيارة مو بلعب. تكفى عامر لا نصدم. ها كان في أحد يتكلم عيال معكم؟ معهم أنت؟ أصدم أنا أصدم يا ورع. هنا كنقل أجواء تدريس يا بزر. والله إنك خطير يا عامر، ما توقعتك كذا. يا أبو إيش الأزرير الكثيرة ذي؟ يوي كم ماشي؟ شكلك مسرع. وين مسرع؟ ماسك الدائري أنا، هذا الطيران طيران يا عليمي. تكفى عامر هبقعد مكانك، أبغى أصور كم سنابة أبقهر العيال فيهم. مهبول أنت، هنا ممنوع. لكن تدري شلون؟ خلاص خليك مكانك وصور سناب بس منشني. هلا والله بأحلى متابعين، الحين أحلى فرة بس مو في الأرض في الجو. شوف الطيارة، هذا كود سنابي، ها ضيفوني ولا تنسون تدعمون الكابتن عامر، هذا كود سنابه برضو. ها سويتها وصرت الكابتن عامر ولا ما سويتها؟ يا حبيبي أنا اللي يتحداني يتعب. ما عليك منه يا عامر، قول وفعل. بس وش فيك تارك الطارة؟ امسكها لا نقبع. أقبع؟ مهبول أنت، هذا طيران آلي، يعني هي تدل تقول لها رياض دمام باحة أي مكان. اها طيب والشفاء؟ الشفاء تنكت انت وجهك. انزل انزل. خلاص خلاص تعال. احلى عامر البطل صديقي. يلا شباب تفضلوا على مقاعدكم. اهديه واحد كرسيه. يلا اقول لك عامر هذا ما هو الطيار، واشك اللي بجنبه ان عامر معطيه فلوس وهو يسوق الطياره. يا اخي ذا مريض وحقود وحسودي. فين الحمام؟ هنا. خير ان شاء الله، ما تشوف انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وشوف ضف وجهك. افتحه. لا لا لا. كابتن عامر الحق الراكب يفتح مخرج الطوارئ. ام عامر بزر انت بزر، الى متى وانا اعلمك؟ يقول انه يسوق الطياره وهي تمشي لحالها. كلب تبي تعقل والله اوديك ورا.